اتأخرت ليه؟ الفجر ده نومي قرب تصحى. وانا من اهل زكاة امك عشان نفضل ربع العدويه. بقول لك ايه، ما تفكك من امك وخلينا فيك انت. ما تيجي نظبط في السريع في العربيه، انا راكن قريب. عليا نعمه، انت ما عندك دم. احنا في ايه ولا في ايه يا بنت؟ وحشتيني بذمتك، ما وحشتكيش. ابعد عني يا مصطفى. انا من ساعه ما عرفت ان انا حامل وانا ولا طايقاك ولا طايقه البلد كلها. هندي فين يا هالة؟ معرفش يا ماما، معرفش. طب راحت فين؟ قامت راحت فين؟ شوفيها بره، شوفيها بره. هند يا هند، هند هتكون راحت فين دي وش الفجر؟ يعني مش عارفه اتصرف ازاي. هو انا حملت لوحدي؟ قلت لك من الاول 100 مره خلي بالك وحرصي. عامل لك انا ايه دلوقتي؟ وانا كنت هفهم منين في الحاجات دي؟ ولا انت فاكرني واحده من الشارع؟ بقول لك ايه، ما تفوقك من جو الافلام العربي اللي عشالي فيه ده وعامله لي فيها دور فاتن حمام. لا وحيه امك، ده انا ساحه الجد اعملك فيها نبيل عبيد وعملك في المراه والسطور، انت فاهم؟ يا بنت اهبطي، بقول لك بدور على دكتور يخلصنا من البلوه دي، بس الحوار هياخد لي يومين. والله العظيم انا غلطانه، انا طوعتك من الاول. ايوه اعملي فيها ندمانه دلوقتي، ما شفتش يعني الوش ده لما كنا سوا؟ مش فخر دلع وانبساط ولا نسيتي؟ ما تيجي بس وانا افكرك. بس يا مصطفى جتك القرف. انا لازم ارجع، هما يومين بالعدد يا مصطفى، وقسما بالله العلي العظيم لو ما اتصرفت في المصيبه اللي احنا فيها دي لا هتشوف مني وش تاني خالص. سلام يا هند. اقعدي مش عارفه اتصرف. بالراحه كده احكي لي ايه اللي حصل. انت سمعت؟ سمعت. احكي ما تخافيش. ساتر يا رب. مين؟ افتح يا سليم بيه، انا حنان. اهلا يا ست حنان، خير؟ سليم بيه فين؟ مش عارف والله، اصل انا كنت لسه هنام. البت هند مش لاقيها في البيت كله، ما اعرفش راحت فين. هتروح فين يعني؟ تلاقيها هنا ولا هنا؟ مش عوايدة تخرج في ميعاد زي ده، احنا بعد نص الليل، احنا في الارياف. طب ندور عليها. ندور عليها فين؟ ما عملتش كده قبل كده، اول مره تعمل كده. تعال ندور عليها، مش عوايد يعني سليم بيه يخرج في ميعاد زي ده. تعال. ومن ساعه ما عرف ان انا حامل وانا حاسه ان هو بيزوغ مني. طبعا لازم يزوغ. طب الورق العرفي دي فين؟ معاه. نهارك اسود، انتي مفيش دماغ، ما بتفكريش؟ ما انا خفت حد يشوفها، وبعدين انا امي بتقعد تفتش في حاجتي، بتقعد تنقف في البيت يمين وشمال. فلحه يا اختي، فلحه. اسمي، ما انا لازم اتصرف في المصيبه اللي انا فيها دي. النبي ما تخافيش، انا هتصرف، ما تخافيش. بس انا شايف يعني ان احنا لازم نقول لامك. نقول لها ايه؟ دي مصيبه، دي لو عرفت هتموتنا. ايه يا بنت اللي انت مخبياه ومش عايزاني اعرفه؟